ابنك من لحظة دخوله الجامعة وهو مثير للمشاكل. ولما انتم مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. اللي تعلموه ليه وانت اخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عاوزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريتني فاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم اتعصب ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغ ده ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها. دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي، ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين موميمي؟ ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، تلات ارباعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعه. تعمل ايه البنت بقى اللي عايشه معاني؟ ضحيه. بلاش كلام فارغ. انت ما جيتش ورايا ليه؟ انا وراك. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين لولا ابوها دخل. احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب، بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وقت يا ودواء. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي، زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا في فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما تهدى بقى يا خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت. قريب؟ امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس اتفضل. دخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه؟ انا شيرش محافظ. طب ايه العجاز ما وسعه وقت القبايه؟ اه كمان عليكم عاملين دماغ وسخه، بس سمعت تسوق فيها. يا انت بتكلم ظابط؟ بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلع بالمحفظه لاحسن اغزك. ايه ده؟ انت معاه معاه مطو جد؟ ايه ده ظابط بجد يا قلع؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتغل باهلك، بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50 60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص.
يا باشا والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا انا هساعدك، بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شيوعي يفعل لكم يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحفظ الطبقي. بقول لك يا بت انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيك في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت علي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضه حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك، افتح ايدك. يا دماغ استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع ولا جوينت، سيبك من ده. انت ماشي بضرب مخدرات؟ يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا. ده انا اللي قلقت عليه. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بس يوم انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه اب وبنت، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، هما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضه بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. طب ولع لي. حاضر. اشربي بالمون. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجي لك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه دماغنا بكره عند بسيوني.